وأولى مساحاتنا الصباحية لليوم رح نكون فيها ضمن عالم التدريب، ولكن تحديدا عالم التدريب الإعلامي. للأسف بات التدريب بهذا المجال عند كثير من الأشخاص هدفه تحقيق الربح المادي، وأحدث نوع من الفوضى بعالم التدريب الإعلامي وبعض المتسلقين على مهنة الإعلام. ليش بتوافق هذا الحكي؟ أكيد يعني مثلا نشوف عناوين كثيرة على السوشيال ميديا كيف تصبح إعلاميا، طريقة الوقوف الصحيحة أمام الكاميرا، الإلقاء التلفزيوني والإذاعي، هدول عناوين كتير بيجذبوا طلاب عندهم هواية الإعلام، وممكن ما يكونوا طلاب ولكن عندهم هواية الإعلام. اليوم بعد ما يساووا هذا الكورس، هل هن عن جد مهيئين ليقوموا ويوقفوا قدام الكاميرا ويعملوا برنامج؟ هذا الشيء وتفاصيل ثانية حنشوفها مع ضيفنا، حنحكي فيها مع ضيفنا لليوم الإعلامي المدرب الأستاذ غسان فطوم، المحاضر في كلية الإعلام بجامعة دمشق. يسعد صباحك. صباح الخير لكم وللمشاهدين الاعزاء. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. لما نحكي عن موضوع التدريب والتدريب الاعلامي، دائما يقال انه دائما الصحفي او اللي عم يشتغل بمجال الاعلام لازم دائما يخضع لتدريب طول مسيرته المهنيه، فموضوع التدريب متلازم مع مهنه الاعلام قد الواحد يعني ما اخذ خبره. ولكن أكيد. قبل ما نفوت بالتفاصيل او كواليس هذا التدريب كيف عم بتصير ومين الاشخاص اللي عم يخضعوا له، خلينا نحكي عن المعايير الاساسيه والصحيحة لموضوع التدريب الإعلامي. أكيد موضوع كتير مهم أن نتطرق له بهذا الوقت بالذات في ظل هذه الفوضى التدريبية التي يشهدها سوق التدريب إن صح التعبير، وفي ظل أيضا ثورة الإعلام الجديد التي تحتاج منا إلى تدريب وتأهيل مستمر. هلأ مفهوم التدريب بشكل عام هو عملية مستمرة، عملية منتظمة تستهدف تحفيز قدرات الأفراد بهدف يعني تحقيق نوع من الأداء العالي، المهنية العالية في العمل، وذلك من خلال تنمية المهارات وصقل الخبرات والتزود بالمعلومات اللازمة للنجاح بالمهني. هلأ إذا بنحكي عن تدريب الإعلامي ربما يكون موضوع شائكا إلى حد ما، وذلك بسبب تعدد وتنوع المؤسسات الإعلامية وأيضا بسبب اختلاف المهارات. اليوم كما قلت في ظل الإعلام الجديد أصبح لدينا نوع جديد من الإعلام، لم يعد لدينا فقط الصحيفة أو المحطة التلفزيونية، بل أصبحت لدينا السوشيال الميديا بمختلف أنواعها ووسائلها. لذلك اليوم نحن بحاجة ماسة فعلا إلى تأهيل وتدريب الإعلاميين. خلينا نكون صريحين، للأسف نحن حتى سنوات قليلة في مؤسساتنا الإعلامية أهملنا التدريب الإعلامي، بالرغم من وجود دوائر ومؤسسات أو دوائر ومديريات في كل مؤسسة إعلامية وترصد لها مبالغ كبيرة من أجل تدريب الإعلاميين، لكن للأسف لم تستثمر هذه الأموال في تأهيل وتدريب الزملاء الإعلاميين. ليش؟ لأنه نحن بالأسف ما أسسنا لثقافة التدريب، ما مرت فترة ما عندنا قناعة بثقافة التدريب. أنا بدي أحكي لك عن تجربة من سنوات قادمة لمدة 5 سنوات تقريبا، كنت أمينا لشؤون التأهيل والتدريب في اتحاد الصحفيين، وطرحنا حقيقة مشروع طموح لتأهيل وتدريب الإعلاميين. عندما طرحنا هذا المشروع لقينا، ما بدي أقول معارضة بمعنى المعارضة، إنما استغراب أنه تدريب، يعني الناس استغربت أنه إحنا كيف نطرح مشروع تدريبي. لا، التدريب اليوم هام سواء للصحفيين المبتدئين أو حتى للصحفيين العاملين. التدريب اليوم هو حجر الأساس في صناعة خطاب إعلامي سوري متطور. التدريب اليوم يعني هو العمود الفقري لأي مؤسسة، سواء كانت مؤسسة إعلامية صغيرة أم مؤسسة إعلامية كبيرة. التدريب الإعلام اليوم مثل ما بتعرفوا ليس فقط مجرد شهادة أو شهادة تخصص نأخذها من الجامعة أو هو مجرد مهنة. الإعلام اليوم أصبح صناعة من أبرز صناعات العصر، لذلك هذه الصناعة حتى نتقن مفرداتها، حتى نكون مهرة فيها، يجب أن نخضع لدورات تأهيلية وتدريبية. من هون بنحكي نحن عن شروط التدريب والتأهيل. يعني التدريب ليس مجرد شهادة ورقية مزركشة، أو ليس مجرد صورة سيلفي مع المدرب الوسيم مع أثناء الافتتاح وأثناء الختام. لا، التدريب هو علم وفن قائم بحد ذاته، لديه معايير علمية وشروط. الشرط الأول أن تكون محاور الدورة الإعلامية تتضمن حاجات ومتطلبات سوق العمل الإعلامي، أن يكون المدرب معتمد، أن يملك مهارات متقدمة في التدريب. عفوا استاذ، شو يعني هون كلمة معتمد؟ لأنه عم نشوف أسماء كتير تماماً جديدة عم تعمل هدول الكورسات. طبعا معتمد يعني معاه شهادات إعلامية من جهات حكومية داخل البلد أو حتى خارجية، معتمدة عالميا
ومعروفة حقيقة بمجال التدريب الإعلامي. لذلك إذا لم يكن المدرب يمتلك هذه الشهادات التي تؤهله للتدريب فهو بالتالي ليس مدرباً. وللأسف أنا أشاهد الكثير من الإعلانات عن التدريب فيها مدربين حقيقة بحاجة إلى تدريب. يعني المشكلة أنه هناك مدربين يمتهنون التدريب اليوم هم بحاجة إلى تدريب أكثر من المتدربين. وهذا يضع أكثر من إشارة استفهام حولها، حول لماذا حقيقة هؤلاء يعملون في التدريب. العنصر الأهم والمعيار الأهم في التدريب الإعلامي هو القناعة والشغف والحب للتدريب. أنا ما بدي متدرب يجي على الدورة التدريبية أو صحفي سواء كان معين جديدا في مؤسسة إعلامية يأتي من أجل أن يأخذ هذه الشهادة، لا، أنا أريد متدربا أو أريد إعلاميا مقتنع بأهمية التدريب في تطوير مهاراتي، اكتساب مهارات جديدة خاصة في ظل هذا العصر. يعني نحن أمام تحديات، إعلامنا الوطني، الإعلام بشكل عام اليوم بالعالم كله أمام تحديات كبيرة. نستطيع أن نواجه هذه التحديات من خلال التدريب الإعلامي. كونه إعلام جديد ونحن طالعين من أزمة تغيرت مفاهيم ومعايير إعلامية كثير، والخطاب الإعلامي ببعض المؤسسات تغير. شو أهم شيء اليوم المفروض الكورسات تركز عليه ضمن التدريبات؟ سؤال كثير مهم. أنا ماني ضد أبداً كورسات التدريب اللي تختص بالتحرير الصحفي أو بالظهور التلفزيوني أو بالإلقاء الإذاعي. نحن بحاجة، الصحفيين المبتدئين الهواة بحاجة إلى مثل هذه الكورسات، ولكن كما قلت منذ قليل نحن في عصر جديد، في عصر إعلامي جديد يتطلب مهارات جديدة، يتطلب اليوم التركيز على أنواع أخرى من التدريب. اليوم يعني بالدرجة الأولى يجب أن نركز على صحافة البيانات. جزء كبير، قسم كبير من زملائنا الإعلاميين اليوم يجهلون ماذا تعني صحافة المعلومات، صحافة البيانات. صحافة البيانات هي تخصص صحفي يهتم بتوظيف البيانات، توظيف الأرقام في خدمة العملية الإعلامية. وعلى فكرة اليوم يعني الصحفيين الذين يعملون في صحافة البيانات هم الأكثر طلبا بسوق العمل، هم الأكثر طلبا. لذلك اليوم يجب بتوجيه من وزارة الإعلام، برعاية من مؤسسات الإعلامية، من اتحاد الصحفيين، يجب أن يتم توجيه أغلب الكورسات الصحفية إلى اهتمام بصحافة البيانات. أيضا صحافة الحلول، من فترة وزارة الإعلام مشكورة أقامت دورتين متتاليتين عن صحافة الحلول. ماذا تعني صحافة الحلول؟ صحافة الحلول هي التي تختص برصد مشاكل المجتمع وإيجاد الحلول لهذه المشاكل. لا تنتظر سنة وسنتين حتى لا، يجب أن تأتي الحلول خلال فترة وجيزة. هذا النوع من الصحافة يقوي العلاقة بين المواطن وإعلامه، يجعل الجهات المعنية متحفزة دائما للبحث عن الحلول. نحن عانينا، خلينا نكون صريحين، نحن عانينا من عدم ثقة المواطن السوري بإعلامه الوطني. لفترة من الفترات كان المواطن ينتظر الخبر الصحيح من محطة خارجية. يجب ألا نختبئ وراء إصبعاتنا، حتى المسؤولين عنا في الإعلام يعرفون هذا الشيء. لذلك اليوم عن طريق هذه الدورات التي تهتم بصحافة البيانات، بصحافة الحلول، أيضا نحتاج إلى دورات مكثفة في الإعلام الإلكتروني في تحرير مواد الفيديو. اليوتيوب اليوم مشاهد أكثر من المحطات الفضائية. طيب اليوم عفوا هذا اللي بدي أسألك يا، يعني لما نحكي إحنا عن دورات الإعلامية في بعض الأشخاص بيقولوا لك إنه ليش ما يكون المواطن العادي، كنا إحنا بظل الإعلام المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي، ليش ما تكون هاي المهارة وضروري تكون متواجدة عند شريحة كبيرة من الأشخاص، يعني عندهم منصات إذا بدنا نقول. وفي بعض الأشخاص بيقولوا لك المشكلة مو بدي هاي الدورات، يعني ما بتمنح لقب إعلام، هي بتنادي للأشخاص يجوا يسجلوا عندها، بتجيب مدربين. الشخص، في أشخاص مثلا أو يعني نحن نعرف قديش في ناس عندهم اندفاع للشهرة، هم بيصيروا مثلا بيعملوا صفحة الإعلامي الفلاني أو الصحفي الفلاني. فهون في بعض الأشخاص بيقولوا لك مو دور الدورات هي اللي تلاحقهم، في جهات هي مثلا مثل وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين هون اللي قاضيين لما يطلقوا على هي على حالهم هي الصفة أو يمارسوا هذا العمل بطريقة عشوائية إذا بدنا. نعم شو رأيك بهي النقطتين؟ كلام جميل. يعني اليوم نحن بحاجة ماسة إلى إجراءات رادعة لضبط فوضى التدريب، وهذه المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية أو حتى كلية الإعلام، لا، هي مسؤولية مشتركة. لذلك اليوم يجب أن نعمل جاهدين لتصويب هذه الدورات ووضع معايير وشروط كما قلنا من أجل منح الصحفي شهادة حقيقية وليس شهادة لمجرد ترقية مادية أو ترقية إعلامية. ونحن حقيقة نتأمل بقانون الإعلام المنتظر أن يساهم بهذا الموضوع ليكون رادع وليحدد معايير وشروط التدريب الإعلامي الصحيح. يعني نحن اليوم فعلا بحاجة إلى تدريب إعلامي مهني
يعني في قاعدة بتقلك أعطيني تدريبا مهنيا معتمدا على أسس ومعايير صحيحة أعطيك، أو بالنهاية صحفيا مهنيا يقدم لك أو يؤدي الرسالة الإعلامية كما يجب. واسمحوا لي أنا هون أتقدم بمجموعة من النصائح للمتدربين المتهافتين حقيقة على المراكز التدريبية. أنا سميت بكذا لقاء هي دكاكين، هناك دكاكين وليس مراكز. المراكز الإعلامية المعتمدة في سوريا تعد على أصابع اليد الواحدة، لذلك يجب على الشباب قبل الدخول أو الاشتراك في أي كورس تدريبي أن يتأكد من ثلاثة أشياء. أولا المحتوى أو محاور الدورة، هل هذه المحاور بتفيدني أنا كمتدرب في المستقبل؟ اثنين، كما أن هل المدرب اسمه متداول؟ هل معترف عليه؟ هل هو معتمد؟ هل هو يملك مهارات حقيقية لتعليمي المهارات المفقودة عندي أنا كمتدرب؟ النقطة الثالثة هي البنية التحتية. يعني للأسف أحيانا أنا ذات يوم تقمصت شخصية متدرب وذهبت إلى أحد المراكز التدريبية، هي عبارة عن غرف صغيرة ليست فيها أي مقومات التدريب، لا كاميرا لا كرسي لا طاولة لا مايك لا أي شيء، إلا مجرد دكاكين هدف الربح كما تفضلت في المقدمة، هدف الربح المادي وليس الربح المهني والمعرفي. هذا هو الخطأ القاتل الذي يرتكب اليوم بحق هؤلاء الصحفيين الشباب الشغوفين بمهنة الإعلام. لذلك التدريب اليوم منه كما قلت هي مجرد استعراض، لا، التدريب نحن بحاجة لهذا النوع من التدريب من أجل تطوير الخطاب الإعلامي السوري. يعني خطابنا اليوم بحاجة إلى تطوير حتى يكون أكثر قربا من المواطن، حتى نصل إلى أهداف وزارة الإعلام في جعل إعلامنا إعلام مواطن، إعلام دولة وليس إعلام جهة معينة. نحن بحاجة إلى هذا النوع من الإعلام إذا كنا نريد للإعلام أن يكون شريكا حقيقيا في صنع القرار. وبرأيي من خلال التدريب نستطيع أن نصل إلى جزء كبير من هذا الهدف. طيب استاذ غسان، انت مع انه يكون كورسات التدريب كلياتها انه لصالح وزاره الاعلام او كليه الاعلام حصرا؟ لا بالعكس، يعني اليوم قلت لك انا في هناك مراكز مرخصه في سوريا ولكن قليله جدا. ممكن انا برايي يجب ان لا ينحصر دور وزاره الاعلام، يعني هي التي تعطي القرار، هي من حقها اليوم. وهلا ذكرتيني بشغله بدي هلا احكيها بعد شوي، يعني وزاره الاعلام يجب أن تكون مشرفاً عاماً على هذه الدورات، ولكن يجب أن لا تكون حكراً عليها. يعني هناك معهد إعداد إعلامي هو ينظم الدورات التدريبية للعاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة لوزارة الإعلام، ولكن طالما هناك مراكز متخصصة بالتدريب يجب أن تعطى الفرصة لإقامة كورسات تدريبية متنوعة، ولكن أنا برأيي يجب أن تكون تحت إشراف وزارة الإعلام من أجل الاطلاع على الحقيبة التدريبية. الحقيبة التدريبية اليوم يجب أن لا تقبل إذا كانت لا تحقق متطلبات التدريب الحديث أو التدريب الجيد. يعني مين بيحدد هذا الموضوع؟ وزارة الإعلام. وزارة الإعلام يجب أن أنا في هنا أريد أن أشير إلى النقطة الهامة. عندما كنا في اتحاد الصحفيين كنت أمينا لشؤون التأهيل، باتحاد الصحفيين ضغطنا بشكل كبير وقدرنا أن نستحصل على تعميم من وزارة الإعلام في عام 2018 يحدد مسؤولية إقامة الدورات الإعلامية بموافقة الوزارة. يعني لا يمكن لأي جهة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة أن تعمل دورة إعلامية إلا إذا وافقت الوزارة. والموافقة الوزارة كيف تأتي؟ تأتي عندما تقتنع بالحقيبة التدريبية وتأتي عندما تقتنع بالمدرب. لذلك قلت منذ قليل أمنا بقانون الإعلام الجديد أن يدقق جيدا في هذا بالشأن التدريبي حتى لا تبقى الأمور في حالة فوضى. صحيح، مركز تدريبي مرخص على عيني، ولكن يجب أن تعمل وفق أجندة الإعلام السوري. هناك أجندة نحن نريدها في التدريب الإعلامي يجب أن تتحقق في هذه الدورة. الربح المعنوي، الربح المهني، المعرفي هو الأهم بكثير من الربح المادي. ما بدنا الأمور تجارة. حتى التدريب العملي أفضل بكثير من النظر. يعني التدريب العملي كثير مهم. يعني أنا بدي أحكي لك من تجربتي بكلية الإعلام. للأسف الجانب النظري في كليات الإعلام وحتى في معاهد الإعلام عم يأخذ حيز كبير من الدراسة، الجانب العملي قليل جدا. يعني وإن تم هذا الجانب فهو يكون يعني لا يفي بالحاجة لخريج الإعلام أو لطالب الإعلام. ما في تجهيزات ومعدات موجود كاملة. يعني والحقيقة هناك في شراكة بين كلية الإعلام ووزارة الإعلام باستخدام الاستوديو الذي تم افتتاحه مؤخرا في مؤسسة المطبوعات، يستفيد منه الزملاء في زملاء المستقبل في كلية الإعلام.
ويجب حقيقة أن نتعاون جميعا، صحفيين، مهنيين، متمرنين، مع طلبة الإعلام وإعطائهم الفرصة بالاحتكاك. اليوم الاحتكاك بالإعلاميين، الاحتكاك بالمؤسسات الإعلامية، أنا أقول لطلابي في كلية الإعلام الاحتكاك، حاولوا قدر الإمكان أن يكون لديكم معرفة، أن يكون لديكم أصدقاء في مجال الإعلامي، لأن الاحتكاك بالإعلامي المعروف، زيارة مؤسسة إعلامية، صحيفة، اطلاع على آلية الطباعة، على آلية الإخراج، يفيد الصحفي كأنه يأخذ كورس عملي أكثر من أنه يتلقى معلومات نظرية. اليوم هي متاحة بشكل كبير وأحدث ما هو موجود في كليات الإعلام. اليوم جوجل في أحدث المناهج عن الإعلام، اليوم في مؤسسات إعلامية حقيقية، في كتب إلكترونية، فيها أحدث ما يريده طالب الإعلام في المعلومات النظرية. طب أستاذ، أنت مع أنه المتدرب لما بده يخضع على دور إعلامي، إذا هو ما هو صحفي ولكن ممكن يكون طالب إعلام أو هاوي عنده يعني عنده ملكة معينة، أنه يخضع لتدريب معين قبل ما يدخل على تدريب الإعلامي، إذا عنده يعني يفحص مثلا عنده شوية مهارات بالتحرير أو الصوت؟ الصحافة هي مهنة المهارات، يعني الدراسة الأكاديمية مطلوبة، ولكن بالنهاية هي موهبة. يعني مش شرط أنا يكون معي شهادة جامعية أو شهادة صحافية حتى أصير إعلامي، لا، ممكن يكون معي شهادة بكالوريا وكون صحفي أنا، وأقبل بأي مسابقة بالتحرير الإعلامي، مذيع، بالمسابقة مذيعات، مسابقة مذيع. لكن التدريب لهؤلاء الأشخاص الذين لم يخضعوا لتدريس نظري في كليات الإعلام، بحاجة جدا للخضوع إلى كورسات نظرية وعملية. أنا على فكرة في مسألة كتير مهمة، يعني اليوم التدريب فقط يجب أن لا يتناول فقط الجانب العملي، يجب أن يكون هناك معلومات نظرية عن الخبر الصحفي، عن الصورة التلفزيونية، عن الأرقام، كيف بيستخدم أنا لغة الأرقام، كيف بيستخدم البيانات في مثلا في الانفوجراف، في مثلا في تقنيات الفيديو. هذه القضايا هناك جهل كبير من قبل زملائنا فيها. لذلك التدريب الإعلامي يجب أن يركز 90-85% على الجانب العملي، إضافة إلى الجانب النظري، لتكون العملية التدريبية متكاملة، وبالنهاية نحصل على منتج جيد نستطيع أن نراهن فيه ونعول عليه في مواجهة تحديات الإعلام الجديد. إن شاء الله. بدنا نشكر حضورك لليوم وصباحك خير على طول. شكرا لكم.